رايحين في الدرب تنسمعوا العيالات تيغوتوا. مشينا لهيها قالوا لنا جوج بنات تيطلبوا واحد الشرج وانا باغي قتلنا مقدب وانا باغي قتلنا مقدب. قلنا لها كيفاش حلنا الباب نطلعوا نفكوكم؟ ما بغاتش تحل الباب واحد السويف شفاف وجاء انا بحال هكا بان لي راسها تشتت ضربه بالكارابين وما عرفتش شي حاجه شتت لها راسها تطاح الطروفه ديال الدماغ ديالها طاحوا في الارض. مشينا للكوميسارية عيطنا لهم جاو ولكن هادشي هذا ما يمكنش يرتكبوا اب طبيعي منطقي حيت هادشي تيتسبب فيه شي حاجه اجبار يعني الجن يمكن يلبس على الانسان واخا ممكن نعرفوا هذا البنت ديالو شحال كبيرة السن ديالها تقريبا تكون ديك 21 سنه حيت ما حاربوش السحر المعلم ما كاينش ما غايتحيدش هادشي من هاد الابتلاءات هادي ما تحيدش وما تحيدش الاديه حيت الله سبحانه وتعالى قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ونظرا لكشي تنشوفوا حنا كاملين المجتمع عينينا الجن هو اللي تيتسبب في هادشي هو اللي تيالي حيت الانسان طبيعي ما يقتلش ولادو غبروش هادشي اللي عطا الله بغاو الحق حنا في هاد الواد باغي الحق حنايا المشكل اللي وقع هو انه انفاعل بشي حاجه وقعت ليه يعني شي حاجه اللي ملموسه ومنطقيه ما على بالناش يعني داك الشيء المحسوس ما يمكنش تدخل به الانس كيقولوا لنا السن ديال المراه ديالو هو شحال تكون عمرو المراه ديالو عمرني ما شفتها اخي انا الصراحه عمرني شفت المراه ديالو خويا قاسر في الحومه ما علينا ما بينا سمعنا باق صعبنا شي بوطا ولا شي سمعنا الضربه الثانيه نادو الدراري كيجريو لقينا السيده في الشرجوم كتغوت عتقر راح عتقر راح بغينا نحلوا الباب بغينا والدراري بغاو يحلوا الباب وهكا شويه مع تحل الباب مع لقينا الراجل مازال واقف ضرب في راسو طاح باق علاش داك الشيء الله جويجه جويجه باش ضرب هادو باش ضرب راسو يعني قتلهم بجويجه قتل باش قتل باش قتل الجو والزلويه هاد السيده تعرفوها انتم الحومه يا لك راه عمرها ماشي كيعرفوا الله عمرها كنعرفوا هو كاين ما عرفناش هذا ما عرفناش حتى مع الجيران بخير الله اعلم داك الشيء عند الله الحومه ما فهمتش والو هذا الشيء هذا اللي طرا الحومه هما ما فهمتش والو اش معمر هادشي ما كان عندنا هنا في هاد القنشه عندنا الدراري باسلين ولكن هادشي ديال الرواح ما عمره ما كان عندنا في هاد القنشه هادشي يقول لك شنو كاين مراد الله القسم لا هو ولا المراه ولا وليداته ولا بنياته الناس مزيانين من عاد من خاصك الله يعمر هذا الاعدام الاعدام تحتي طبق حيتاش ما كانش الاعدام يعني بسهوله كل واحد يجي يقتل اللي جاي يقتل اللي جاي يقتل الان ما هذاك ما تيتسال مع تفاهم مع شي واحد في الحومه هذاك السيد ما كاينش عقله هنا ديما تتخاصم مع عباد حنا ديك النهار تنشوي وقال لك الطوموبيله وسخ شواليه مع الصباح فقط بابت لي الروينه هنا تهرب من الداخل اخويا سلطه لها تبان لي المراه راسها مسقوق الله يستر بحال دم كبب لي على راسها طلعت على الراجل الراجل سلقاه مضروب في القرطاسات المراه الاخرى تاهي ضاربين القرطاسه القلب طايحه شحال جوج كانت كاينه كانوا شي ثلاثه الجوج تما الراجل والراجل الراجل والمراه والمراه وحده اخرى كاملين هادو واكلين اخي والطرف ديال اللحم تلاح من الشرجم ديال العباد الله ديال الراس ديال شي واحد بنشو. ديال بنتو ولا ما عرفتش هزوها بالميكات انتوما جيران كتعرفوا وبوطا هاد الله يعمر هاد الدار ما عرفتش كيفاش هاد النهار هذا خويا دخلنا باش نعتقوا لقينا بوطا يلا غتشوك العافيه بوطا صغيره بلاد مليح الكاس السفر طفا هذاك البوطا طفا فين هذاك البوطا اخي بالروز ولا ما سمحنا حنا هذوك القرطاس زرينا اخي دخلنا لقينا الدار الباب ديال الدار مسدود الباب ديال الدار فرقعناها برجلينا بالروز ولا ما نزيد عليك من النفقه قال الراجل شي حاجه عنده في عقله الشيء كان عندكم في الحي قبل لا ما كانش عندنا هذا الحي هذا الحي هذا الشيء كان في حي الرحمه حي الرحمه هنا والو يقتل ولاده ما كانش شي حراره ديال شي حاجه شي حاجه ضاره شي حاجه ضاره اي شي بحث مزيان شي حاجه ضاره ما يمكنش يقتل ولاده غير هكا شي السبب شي حاجه ضاره يمكن فساد يمكن اي حاجه ممكن بنادم ماشي غيقتل يحيد حوايجو بشي عريان الله يدير التاويل الخير المهم تخفيف شي شويه العقوبه وبحثوا معاه مزيان راه هو دابا حاليا عنده عقوبه في الذات ديالو حاليا عنده عقوبه في الذات ديالو صلوا وصفاها العائله كامله وصفاها الراسو واصلا بغى يقتل راسو اصلا ما بقينا مات حنا اصلا ما بغيناش يموت بغينا يتعذب في الاخره بغينا يتعاقب حنا كلنا معاه